وده دورنا الحقيقه اللي احنا بنحاول نوصله طول الشهر. زي ما قلت لكم كل يوم هيكون معانا ام منكم بتتكرم معانا هنا في البرنامج. يا ريت تتواصلوا معانا عن طريق صفحه من القلب للقلب على الفيسبوك. كمان احنا هنحاول نعمل كل حاجه نقدر عليها لامهاتنا. فالحقيقه كان دايما بنحط بوست كده في شويه ان احنا نرجع الحنين ونرجع الذكريات الحلوه ونعمل كمان ذكريات جديده. فعشان كده حطينا بوست من امبارح وطلبنا منكم ان انتوا تقولوا لنا ايه احلى ذكرى ليك مع مامتك. انا خالد قالت كل نظره منها بتفضل ذكرى جميله في حياتي، ربنا يشفيها يا رب ويبعد عنها اي تعب. قولوا امين، اللهم امين، ويصبر كل انسان فقد امه، لان فعلا من غير الام الحياه ما تبقاش حياه. فلاور بلوسم بتقول كنت صغيره جدا لما امي كانت بيوم من الايام عم تعجن عجينه الخبز وانا قدامها، فكانت تحفظني سوره الكوثر، واحلى شيء كان بالها طويل وما بتعصب بسرعه. الله، لها يعني كل احترام وتقدير. هي الام دايما كده تعمل حاجتين وثلاثه واربعه مع بعض. شروق احمد عبد العزيز، كل ثانيه مع ماما بتبقى احلى حاجه في الدنيا، رحيق الجنه لما نطلع مع بعض ونتمشى انا وهي بس، بنبقى زي العشاء، بحبك يا امي. حلوه قوي. سلوى رضوان بتقول كنت بعمل اكل وحش والبيت كله يقول لي وحش وامي تقول لي زي العسل. يا سلام، ده انا حتى مع بنتي برغم ان هي عندها 8 سنين لما تيجي كده تلخبط لي اي حاجه في الاكل انا الوحيده اللي باكله برضو في البيت واقول لها زي العسل. ربنا يخلي لنا امهاتنا يا رب العالمين، واكتبي قصه امك وفرحي امك وكل اسرتك بيها، واي ام فخر لكل مكان في كل مكان. الحقيقه النهارده في واجب يومي هنقدمه لكم كمان في شهر الام، كل يوم هيبقى فيه زي واجب نعمله مع بعض ونتواصل عن طريق صفحه من القلب للقلب على الفيسبوك. كل المطلوب منكم دلوقتي ان انتوا تروحوا وتتصوروا مع ماما وتحطوا الصوره عندنا على صفحه من القلب للقلب، والناس كلها تتعرف على امهاتنا ونقول امي دي فخر وتاج فوق راسي من فوق.